سميتي محمد عمارة، مدير شركة تبروير المغرب، موجود في المغرب منذ 7 سنوات، والهدف ديالنا هو تطوير عمل المرأة في إطار شركة تبروير المغرب. شركة تبروير هي المعروفة بمدام ميكا، واليوم نقوم بحملة كبيرة في المغرب باش نقولوا للناس راهو شركة تبروير هي نفسها مدام ميكا المعروفة منذ 1975. اليوم نقترحوا على السيدات منتوجات متعددة، والهدف من ندوة صحفية اليوم هو افتتاح الاي شوب ديالنا، يعني التسويق الالكتروني، اللي هي قفزة فريدة من نوعها في العالم العربي بصفة خاصة، والمغرب هي المتألقة في البحر الأبيض المتوسط في هذه النقطة. وكانت الخطوة هادية بمبادرة من شركة الأم الموجودة في أتينا وفي أمريكا، واللي قرروا باش تكون المغرب من أول الدول اللي تكون عندها السيت ويب ديالها، الموقع الالكتروني اللي مخصص للبيع والمخصص كذلك باش نشوفوا النشاط ديالنا في تبروير المغرب. الشركة ديالنا تعتمد أساسا على السيدات والنشاط ديالهم، والسيدات الموجودين عندنا نقوموا أول حاجة بالتكوين انتدابهم تكوينهم، ثم عملية نقولوا احنا عملية تنميتهم باش يصبحوا يوفروا ويربحوا المال في المبيعات ديالهم. تبروير المغرب اليوم موجودة في جميع أنحاء المغرب بفضل موقعها الإلكتروني اللي عنده تقريبا شهر ملي تحل، تقريبا نلمسوا جميع الطبقات ونشوفوا جميع الناس في العالم كل. والإدارة ديالنا تعمل باش تقوم بعملية التكوين والاتصال بجميع نقولوا احنا لا فورس دو فونت السيدات اللي يعملوا معنا، كذلك الإطار اللي أطرهم بطريقة الديجيتال. وعندنا الطريقة الثانية هي الطريقة اللي نشوفوهم فيزيك مول هنا، وإن شاء الله يرفع لنا ربي هالوباء ونعود ونرجعوا بحال ما كنا، ويكون النشاط ديالنا فيه وفرة وفيه نجاح أكثر، باعتبار أنه طرق التواصل ولات طريقة الإلكتروني والطريقة الفيزيك. معكم شمس الضحى ابو طالب، لا ديريكتريس كوميرسيال دو تبروير ماروك. الهدف من الندوه ديالنا اليوم اننا كنقدموا السيت ويب اوفيسيال ديالنا، بحكم ان الشركه ديالنا تبروير تعرفت على مرور السنوات بانها شركه اللي كتقوم بالبيع ديال المنتجات ديالها عن طريق السيدات اللي هما لي كونسيير ريبريزونطانت ديال لا سوسيتي ديالنا. دونك اليوم حنايا بغينا ناكدوا من خلال الندوه ديالنا على ان الدور ديال لا فام في لا سوسيتي ديالنا دور اللي هو مهم بزاف، حيت هما الاساس ديال لاكتيفيتي ديالنا، ودورها تبروير كتساعد السيدات على انهم كيكون عندهم مدخول مادي، سواء كانت سيده عندها اون اكتيفيتي خدامه او لا ما خداماش. دونك حنا كنجيو بدورنا كنساعدوهم على انهم يطوروا من نفسهم، يطوروا من ذاتهم، ويحققوا اهداف شخصيه، ومن خلال الشركه ديالتنا كذلك كيتعرفوا على نفسهم اكثر. داكشي علاش حنا بغينا نزيدو ناكدوا على الدور المهم ديال السيدات في الخدمه ديالتنا وفي لاكتيفيتي ديالتنا.